السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي هنشوف درس جديد في الـ QGIS، ده برنامج خاص بالخرايط ومجاني و open source. هنشوف ازاي نحط الشغل بتاعنا في الـ layout. أول حاجة هنشوفها new map view، فبيبدأ يجيب لي view للشغل بتاعنا. طبعا الزوم ده مش مرتبط بدوت، تقدر تعمل زوم للخريطة كلها أو تقدر تتحرك بشكل دوت زي ما أنت عايز. تقدر تقول له انا عايز مثلا لو في سيت فيو زيم، لو في حاجة جاهزة، او تقدر تخش في الاعدادات وممكن تعمل سينك بين ده ودوت بالشكل دوت اهوت. يعني تقدر تغير السكيل، تقدر تعمل روتيشن للوحة، الزوم زي ما انت عايز. طيب بعد كده هنروح لفيو ونشوفها ك3D لو في الامكانية ديت. تمام، ممكن في بعض الوقت تلاقيها مش شغالة معاك بسبب ان مثلا دي مفتوحة كده تكون مش مظبوطة. فتعال هنا نتأكد الاختيار بتاعك في ال CRS اللي هو Coordinate Reference System. طيب بعد كده هندخل بقى في ازاي نعمل New Print Layout. تبدأ تكتب الاسم بتاعك، مثلا هسميه QGIS وقول له اوكي. ظهر معايا بالشكل دوت، هتلاقي اد ايتم، تقدر تضيف ماب، تقدر تضيف 3D ماب، تقدر تضيف صوره، ليبل، ليجند، ونفس الحاجات دول موجودين في القائمه اللي هنا بالشكل دوت. فانا هقول له اد ماب وابدا اختار الخريطه مثلا ابعادها اهيت، فبيعمل رندر للماب. وتقدر تضيف طبعا اكتر من ماب. تمام، اعمل مثلا زوم كده وبعد كده هقول له ايتم واقول له انا عايز اد ايتم وابدا اخطط اهوت. فده يعمل رندر للحاجة اللي انا كنت عامل لها زوم. تقدر تعمل ريفرنس ماب لو عندك اكتر من ماب، تقدر تخفي واحدة فيهم تظهر التانية زي ما انت عايز، تقدر تقفلهم بحيث محدش يقدر يعدل فيهم. تقدر جريد سبيسنج لو انت عايز تضيف جريد مثلا او جريد اوفست لو موجودين. تقدر تطبع كراستر او فيكتور، تقدر طبعا تضيف صورة، ليبل، ليجند، سكيل بار بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اضيف سهم بالشكل دوت زي ما انت عايز. دي كلها حاجات تقدر تضيفها، النود ايتم، سكيل بار، ليجند، ليبل، اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تضيفها. عايز تضيف ملف اتش تي ام ال او اتريبيوت تيبل. وبعد كده تقدر تطبع اللوحه لو انت عايز، تقدر تسيفها، تقدر تعمل لها اكسبورت كايمج، ك اس في جي، ك بي دي اف، ك برنت، حسب الطبعة بقى بتاعتك، تجيب لك الاعداد بتاعت الطبعة. طبعا لو عايز تضيف اي حاجة من الاضافات بتاعت مثلا السهم والليجند والحاجات ديت، فهنروح لـ فيو ديكوريشنز. تقدر تضيف جريد، انيبل جريد، تقدر تحدد الخط هيبقى معمول ازاي، الرمز بتاعه هيبقى معمول ازاي، واللون بتاعه الاكس والواي وكل الحاجات ديت. يبدأ يضيف لك الجريد بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تقول له مثلا عايز اضيف السكيل بار. تقدر تقول له انا عايز او السكيل بار اهوت، تقدر تقول له انا عايز اضيف الصوره مثلا النورث اراو. تمام، تقدر تحدد الزاويه بتاعته تبقى قد ايه، وتقدر تحدد الفيل والستروك والسايز. كل الاعداد دي تقدر تعملها، هو انا بيحددها لك اوتوماتيك. تمام، تقدر انت تلفه زي ما انت عايز، بس هو طبعا افضل اوتوماتيك، اكثر دقه. تمام، يضيف لك سهم الشمال. طبعا لو عايز تلف هنا هتلاقي سهم الشمال لف معاه والجريدات كمان لفت معاه. ممكن برضو نيجي هنا من فيو نقول له ديكوريشنز، عايز تضيف تايتل، ليبل، تكتب اي حاجه، كوبي رايت، عايز تضيف لي اوت، اكستند، كل ده تقدر تضيفه معاك في قلب اللوحة عادي.